قطر الدم لغيرك أهم. 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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم ماجد طه مديرية بنك الدم الوطني، مسؤول قسم الحملات الخارجية لتبرع الدم. احنا الان في صدد تنظيم حملة تبرع بالدم في نادي الوحدات دم للتبرع بالدم، وذلك لخدمة المرضى والمحتاجين في ابناء المخيم والمناطق المحيطة في ابناء المخيم ضمن امكانيات بنك الدم وضمن البروتوكول المتعاون عليه والمتفق عليه ما بين ادارة مديرية بنك الدم وما بين إدارة نادي الوحدات والقائمين على تنظيم حملة تبرع بالدم. في البداية في شروط معينة للتبرع بالدم، يعني أهم شرطين إحنا يعني المفروض يكون عند المتبرع أن تكون الأعمار فوق 18 سنة، القوة الدم للذكور تكون فوق 13.7 وللإناث فوق 12.7، وتكون الصحة كويسة، ما عنده أي مشاكل صحية، ما عنده أي مانع من موانع التبرع بالدم. طبعا للتبرع بالدم فوائد عدة. ممكن نظر للتبرع بالدم من فوائد صحية، ممكن ننظرها من منظور أول شيء اجتماعي، هي خدمة المجتمع المحلي والتعاون مع أهالي المرضى والمرضى لتوفير الدم المأمون السالم إن شاء الله شفاء حاجة المتبرعين بالدم. في عندنا من منظور إسلامي، إحنا أغلب مشايخنا وشيوخنا أفتوها أن التبرع بحث الدم هي عبارة عن صدقة جارية، فهذا إن شاء الله تكون كل متبرع بالدم تكون في ميزان حسناتهم وتكون إن شاء الله مقبول عند رب العالمين. الشغلة الثالثة اللي هي المنظور الصحي، المنظور الصحي هي فيها فائدة كبيرة للمتبرع بالدم، بتنشط نخاع العظم، بتنشط الدورة الدموية، بتحمي الشخص من أمراض الدم ومن السرطانات، وبنفس الوقت احنا مديرية بنك الدم أي وحدة بنسحبها بنجري عليها فحوصات اللي هي الأمراض المعدية اللي بتنقل عن طريق الدم، منها التهاب الكبد بي، التهاب الكبد سي، السيفلس، الإيدز، الأعصاب المضادة لالتهاب الكبد، يعني كل شخص بتبرع بوحدة الدم يعني بنعمله فحوصات مجانية على وحدة الدم بتطمن على حاله. وطبعا نتمنى السلامة والشفاء لجميع المرضى، ونتمنى انه يكون كمان النادي متعاونين وتكون الحملة ناجحة على اعلى مستويات ان شاء الله. طبعا بنحب نذكر الجميع انه عنوان حملة التبرع بالدم هي قطر الدم لغيرك اهم. شكرا لكم.